هي المناسبة درت سنين يقعدان في الحركة نعيشين فبراير يجي العيد الشعبي ونهار نشين كمناظرين قيل حسيمة ندخل لهاد المحطية ماشي من أجل التخليد وإنما من أجل التذكير في المطالب يرفع 20 فبراير نهار 20 قيذنين 2011 وش المناسبة النوني مازال نتجدد العمل النضالي الحقوقي الميداني حول مصير خمسة الشهداء يقيموثن يجي الوكالة المعتقلين السياسيين يجي جندا غانادا يجي الحسيمة بالنسبة لشنين تعتبر ذا مسريطة ديج الامتداد ديج الحركة لأن مازال الملف المطلبي نغ البيان حركة عشرين فبراير مازال قائم مازال يجي الفساد مازال يجي الزبونية مازال إذني إج مجموعة القضايا دين أزمة اجتماعية واقتصادية دين العطلة دين مجموعة الملفات إلى حدود الساعة الحراك الفرصة باش هذا يستمر وشي نقى مدة 3 سنين إلى جديد المحطة أساسية ومهمة يجل وقفات دين الاحتجاجات دين المطالب شين دان تخلت كفرع الجمعية المرقسا إلى جانب القوى الديمقراطية 23 ناين 2014 غان غداقي الفرع الجمعية المرقسا التوشيج المائدة مستديرة غيتناولن ثلاثة المحاور الشق الحقوقي غيتناول داك الشق يقدم الفرع الجمعية المرقسا ورقة والشق السياسي غيقدم من داك التجمع يصنع الهيئات التقدمية غيناقش داك من الزوايا مختلفة الشق على مستوى المرافعه القضائيه وخاصه انه نشين الشهداء اننا عايشين فبراير يجينا على مستوى الحسيمه نظن على مستوى الوطني وخاصه الحسيمه مازال ما نطرح داك اكثر من علامه الاستفهام وبالتالي شي مطلوب الزينه العائلات وذنيه المناسبه تقدم التعازي لعائله نزن ونلقى الشهداء نشين نستمر كفرع جمعية القسان أنستمر الدفاع حتى على مستوى المعتقلين السياسيين اللي جاك الشوج وذاس المناسبة للتوضيح الرأي المحلي والوطني والجهوي على أساس الفرع الجمعية القسان إلى السباق للمرافعة عن طريق لئة الدفاع يتنتمى الفرع الجمعية القسان كافة شجون المعتقلين داك الحسيمة إلى السباق على مستوى البيان التنديد التقريقي على مستوى الشجن المحلي الحسيمة في وضعية الشجون وضعية معتقلين سن ونقام مجموعة الوقفات وثانيتين نسبق في النغان كتسيث دي جندهم أنه الدفاع مسألة لأنها تعتبر مسألة أساسية ويس نقطة ويس ثلاثة غشيرة وأنه نقى أنه الحركة 20 فبراير وخوق ذاك الجزر وخوق ذاك التقليص ولكن المطالب الحركة الجوارية ما زالت الجوهر ما زالت الأمل يمكن غير وحدن الشعب يمكن وحدن كافة القوى اليسارية بما في حتى إمازيغنا بما في حتى الفعاليات بما في حتى كافة شباب المواطنين لأن قانشين دعا المستوى الحسيمة أتزاد على الوضع الاقتصادي مخجة الوضع المجتمع مخجة المستوى الفساد المجتمع مجموعة القضايا كبرى تعانى ذاك سداقي قليم الحسيمة ونسنيت كل صغير وما ينشنين يتشان غيج الأمل باش نستمر إلى الجانب القوى الجانب الإعلام الديمقراطي الجانب كل الشباب والشابات إجيت نظرا لأن لنا يقين أنه ذين أمل والأمل يخصى حسن توحد باش نساهم لأن مازال غانغ من غنيني ومازال من غانغ قناه ذين قضايا جوهرية تعلق صل مصير الحسيمة على مستوى التنمية على المستوى القضايا ذات الصحة على المستوى التعليم على المستوى دمية توقع غاقي سبيطارة ذات الانكولوجيا على مستوى العطالة على مستوى الشباب نقي جمعية المعطلين ونشين ذي ينقى بأنه ونشين معركة سلمية معركة تسبو نستور في اجتماعي من في اقتصادي من في حقوقي ومن في الإمالة من في ذات بعد على مستوى التنمية المنطقة والسيد تاس أنه درت سنينة ماشي ندخل هذه من أجل التذكير من أجل المسايدة بقدر ما وديجنا من كسيث وذا شباب ذا شابات دقي وحية ما زاد رزوة تناظر الدفع في المنطقة لأن مزال قارش نشين الوضع ذلك الاقتصادي الاجتماعي لا يبشر بخير بل أكثر من ذلك نتفاجأ
انه نشين الى حدود ساعه على مستوى التعمير الخروقات اللي توقيع عندها نيتين، على المستوى الصحه نشين تستثمر توقيع عندها نيتين، يعني مشاكل كبرى وقاغنش البديل الحقيقي هو اليد في اليد والدفاع والاستماته والتجاوب مع كافه القضايا. نشين قرار ذكس الامل للشباب وشكرا، وايوزي ايثماثنا المستوى الاعلام الديمقراطي غنى ذاك الحسيمه وشكرا.